السلام عليكم. هذا فيديو مريض عنده انيوريزم، هو اتساع في الشريان. طبعا مش واضحه هي الصوره بس نحاول نوضحها ان شاء الله. طبعا عاده هذا يصير بعد سحب الدم من المنطقه هذه، يصير انها يعني بالخطا او عرضيا يعني يصير فيه ثقب للشريان، وبعدين يصير في اتساع للشريان اللي هي الانيوريزم. الانيوريزم يعني مثل البالون بيكون. فواحدة من الحاجات اللي نديرها باش نوضح الانيوريزم ان نحطوا ستيكر بالشكل هذا الجهة الثانية. لاحظوا الستيكر يتحرك just put your hand this way. Yes. متأكد بس أنا حطيتها على مكان الانيوريزم. لاحظوا الحركة بتاع الانيوريزم بس. يعني بالشكل هذا، فلاحظوا الورقة كيف تتحرك. ستيكر. والجهة الثانية بأقل، بدرجة أقل، بس الجهة هذه أكثر. لاحظوا كيف تتحرك الورقة. فهذا انه في اتساع في الشريان وينبض عادة. فلما تكون صغيرة طبعا ما تحتاجش اي اجراء، مجرد متابعة وخلاص. بس حنبعتها لالترا ساوند بس نحدده بس حجم الانيوريزم، وبعدين اذا كان فيه اي اجراء تاني نتخذه. شكرا.